توضيح عاجل من التعليم بشأن أجهزة تابلت الثانوية العامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد من قناة ترند. لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة للي مشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزارة شائعة تداول منشور بإلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة التابلت للوزارة عقب نجاحهم. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مشددة على أن التابلت تم تسليمه لطلاب المرحلة الثانوية للاستفادة منه طوال سنوات الدراسة الثلاث، وسيصبح ملكا لهم عقب تخرجهم دون أن تسترده الوزارة، محذرة من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الطلاب وأولياء الأمور مع استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وفي سياق متصل، سيؤدي طلاب الشهادة الثانوية امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت، وستقيس أسئلة الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدا عن الحفظ، ويتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمي المتوفر عليه، في حين سيتم إجراء اختبار تجريبي للطلاب لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، وذلك قبل الامتحان النهائي المقرر عقده في يوليو المقبل. وفي النهاية لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة للي مشتركش قبل كده حتى يصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.